سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الخريجه نواحي مراكش، عند واحد الناس عزاز من العائله، نمشيو عندهم ان شاء الله. حنا شادين الطريق، ان شاء الله حنا وصلنا، لقينا اللي حبيبة تطيب لنا نطلوع على العواد والطاجين. انتوما مطلوع على العواد، ما كاين ما احسن من طياب ديال العواد وديال الفاخر. ندير الفرينه بالعواد، دابا ان شاء الله غادي ندوزو نفطرو وندير معكم واحد كسكسو ان شاء الله على العواد. حتى هو هانتوما هنايا مطلوع بالزيت البلديه ديال البلاد، الزيتون حتى هو ديال البلاد، مشرمل على اليد، الزيتون الكحل، واحد البراتاتي ديال العشوب، الله يعطيها الصحة. أنا خرجنا الوليدات يدورو شوية من بعد ما فطرنا، عندهم طبيعة زوينة، عندهم شجر ديال المشماش، ديال الخوخ، ديال الزيتون. هنا الدجاج يدور ان شاء الله. هنا غادي نديرو كسكسو على العواد، عندنا طير ديال الدجاج، عندنا البصله كتوجد لنا اللي حبيبه الله يكثر خيرها، هنا جات شي ثلاثه ديال البصلات خضاريين. هاتي اللي بزار، الخرقوم، سكينجبير، هاد القدره هما دايرينها خاصه غير بالعواد، الملح، عندنا الزيت البلديه، هادي الضو ان شاء الله فوق العواد يتشحر، حطيتيه بالدجاج. هاكا دير العواد باش تزنت العافيه مزيان، نتوما الدجاج بعد ما تقلى وطاب غادي تحيدو. هنا غادي دير كسكسو، غادي تفزقو، هنا عندنا السميده غادي تفزقها، انا ما دايره لا زيت لا والو، غادي تفزقها. الدجاج بعد ما طاب غادي تقلى ويطيب، غادي تحيدو. هنا غادي تكمل الكسكسو في الغربال، هنا واحد الغربال عندهم ديال الجلد كتغربل فيه كسكسو اولا السميده.
هنايا دايره السميده ماشي كسكسو السميده. بعد ما فتلاتها كتغرب لها حتى تكمل الكمية اللي عندها باش ما يبقاش في هذوك الكواري. كتحك بيديها باش ما يبقاوش، فهذا تكمل الكمية اللي عندها. هنا غادي تعاود تردو، هنا غادي ترمي الخضرة وغادي تبلل. غطات الفورة الأولى نازل تلي الفورة الثانية. نفس الطريقة اللي درت في الأول هنا غادي تعاود تشربوا بالماء. هذه الفورة الأخرى غادي ترش مزيان بالماء تاني حتى تشرب. هنا غادي تستمر حتى تكمل الكمية اللي عندها. غادي دير الملح والزيت البلدية غادي ان شاء الله مطيشة والفلفلة والقرعة الحمراء والربيع. هنا بعد ما كملت القصريات انتما كتيجي الشكل ديالهم جوزة. الله يعطيها الصحة طيبة على العواد. نتمنى يعجبكم. الى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله. واللي يعجبو الفيديوهات ديالي ما ينسانيش من اللايك وتفعيل الجرس باش يوصلو كل جديد ديالي. وشكرا للمتتبعين.